فضايح وجلاجل فضايح بكل المقاييس. يجي واحد يقول لك انا في حوار مع الدكتورة سالي مع القص والكان فلان الفلاني سيدي روس، والدكتورة سالي تفضح وتصدم المسيحيين. ازاي الكلام ده؟ قنوات غريبة تعلن ان هناك حوار صادم بين الدكتورة سالي نسيم والقس سيدي روس، وتتناقش معه في امور وايات صعبة. عندما قال السيد المسيح ابي اعظم مني، ابي اعظم مني، ماذا اقول؟ ان كان السيد المسيح يقول ان في من هو اعظم منه فكيف يكون الها؟ هوصف لك حاجة وتقول لي ان كانت صح او غلط. الانسان ايهما اعظم، الانسان على الارض ولا الانسان اللي في السماء؟ ويجي يقول لك ايه وهو على يمين ابيه. ما هو كلمة يمين مش بمعنى اليمين اليمين، هي قوة الله، يمين الله قوة الله، يعني رجع لقوته. ابي اعظم مني، المكان اللي فوق هو الاعظم. ويجي يقول لك ايه، لا احد يستطيع ان يعرف الوقت اللي هو يوم القيامة الا الآب وحده. الله، طب هو انت مش اله؟ زي ما بيقولوا. كل اللي انا عايز اقوله لك، الله المتجسد، الانسان يتحدث واللاهوت جوه الانسان يتحدث. كلام كله عقد مش هتفهمه لانه محتاج دراسة قوية. لكن قصة الدكتورة سالي النسيم اللي جابوها مع ابونا سيدي روس وحوار وتتناقش وبتقول له انتوا قلتوا عليا ان انا كذا كذا كذا، ويجي واحد يقول لك يا حبيبي الدكتورة سالي نسيم اتجوزت. اتجوزت مين؟ يقول لك اتجوزت دكتور وعايشة في الغردقة. يا مرحب، يا اهلا وسهلا، لكن ما تجيش تخدعني وتضحك عليا وتجيب لي حوار لواحدة ما هياش ليها علاقة خالص بالدكتورة سالي نسيم ومع كاهن آخر وتزيط في الزنبليطة. وأول ما يجي الحوار تلاقي لخبطة في الصوت. الله، مش فاهمين حاجة، ليه قطعت الكلام؟ يعني هي تسأل أبونا يجي يجاوب، الأخ اللي جايب الحوار يقعد يعمل إيه؟ يجيب لك تقطيع للكلام اللي قاله ابونا. الله، ما تجيب يا عم الكلام اللي قاله ابونا، مش انت بتقول ان الراجل ده بيقول كلام غلط؟ هات يا عم الكلام الصح. الدكتوره سالي نسيم هي من عائله مسيحيه، خالها مش مسيحي زي ما قال الناشط رامي كامل او رامي ناقص. ناقص في المعلومات، ناقص في المعلومات، ما عندوش. خالها كاهن. انت راجل لو مؤاخذه في الزنبليطه، يعني ايه في الزنبليطه؟ راجل مش فاهم حاجه، جزرايه. عشان خالها مش كاهن، اللي كاهن جوز اختها. اما تيجي تفتي وتقول اصل خالها كان بيعاملها معامله سيئه جدا جدا وكان 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 وكان، كل ما تيجي تساله خلاص بعد 31 سنه اختها المهندسة قالت ايه بقى؟ قالت انها بالفعل كانت بتتصل كل يوم يوم 25/5 لما وهي راحة المؤتمر الطبي، راحة المؤتمر الطبي وماشية واخدة شنطها اتناولت قبل ما تمشي، يبقى لحد لحظة كانت مقتنعة بالمسيحية.
اللي بيقولوا أصلها من سنين طويلة وهي إيه؟ لا تؤمن بالمسيحية. ولما راحت المؤتمر كان كل يوم أيوة يا بابا، عامل إيه يا بابا، إزيك يا بابا، عامل إيه يا ماما، واتصال متبادل بين الأب والأم. وفجأة كانت القنبلة يوم 17/6، إيه اللي بيحصل؟ تتصل بابوها، ايه يا والدي ازيك يا حبيبي عامل ايه، انت ازيك يا سالي اخبارك ايه، الحمد لله يا بابا، عايز اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي، انا غيرت ديني واعلنت الاسلام. ليه يا بنتي؟ ما نطقتش، ما اتكلمتش، الراجل جات له صدمه وعكه اتجنن. ايه الحوار اللي حصل بعد كده؟ فين سالي نسيم؟ الكل قال لك لا سالي نسيم ما اسلمتش. راح طلع معاذ عريان والاخ باسم صبحي ولا ايا كان، جابوا صوره شهاده الميلاد وهي دينها تحول من مسيحيه الى اسلام، والبطاقه الشخصيه تحولت من المسيحيه الى الاسلام، اصبحت مسلم. الحوار بعد كده ان جه باسم صبحي ده ولا باسم بتنجي مش عارف ايه المحامي دوت، وقال ان هو كان على تواصل دايما بيها وتواصل مستمر، وشال حب يركب المركب يلا مع زيطة يعوم. والاخ معاذ عليان اللي هو اصلا مش من مصر على ما يقال، قال لك برضو ان مش عارف ايه، وبيحاول يعمل ايه اسلمة للفتيات المسيحيات. امور عجيبة وغريبة ومثارة للجدل، لكن الحوار أشد وأقوى عشان سالي نسيم تطلع بعد كده ويبقى لابسة الحجاب وتشير بالأصبع إلا أن لا إله إلا الله، ويرجع بعد كده ناس يقول لك لا الصورة دي مش حقيقية، دي فوتوشوب، دي صورة لواحدة من صينية، والصابع فعلا جابوه واتضح أن الصابع ده فوتوشوب. نقول ايه ونعيد ايه ونتكلم في ايه؟ الامر بقى ممل وثقيل، والتحدث عن الامور دي اصبح مؤلم للغاية. خليك معايا وهتكون فائز لو عرفت ان سالي نسيم ايه الحوار اللي دار في النهاية وهي فين بالفعل، وعايز حوار حقيقي ليها، كلام يكون حقيقي مش كلام هب وجدل. أنا مش شام الأخت يبون بتقول فقدنا الثقة، في مين بالظبط؟ في المسيحيين ولا القنوات ولا إيه بالظبط؟ إحنا بنقول إن إحنا حتى الآن في قنوات أخرى جايبة حوار مع بيقولوا شخصية اسمها سالي ومع كائن تاني، وكل ما تسأله سؤال يجي يجاوب بالإجابة، واخد بالك انت بيعمل ايه بقى؟ يعمل تدي دي 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 دي، ما بيجيبش الاجابه بتاعت الكاهن. احنا بنتكلم ان ده حوار مش منطقي، تسال سؤال وهو يجي يجاوب الاجابه يقطعوا الاجابه بتاعته. ايه بقى فقد الثقه؟ مع احنا احتراما لليوتيوب ما ينفعش نجيب حوار حد هو اللي عامله هو اللي تعبان فيه ونجيبه ونظهره قدامكم، لكن بنقول لكم ان في حوار بيتم وبيحصل، وانا بقول وباكد ان دي ما هياش فعلا سالي الحقيقيه، ده حوار متالف، وانتوا عارفين قصه المونتاج والكلام ده وتقليد الصوت وكل الكلام ده، والذكاء الاصطناعي بقى يعمل يعني اسوأ واشد من كده. ده انت ممكن يجيب لك زي الصور اللي يقول لك ايه شبيهه ليلى علو، يجيب لك واحده فعلا الذكاء الاصطناعي واحده شبه ليلى علو، وهكذا وهكذا وهكذا، وهي اصلا حاجة تبع الذكاء الاصطناعي ملهاش علاقة بالواقع ولا الحقيقة.
الامور لا هي فيها كذب ولا فيها انفاق ولا فيها كذب ولا فيها اي حاجه. الموضوع محتاج تفكير ومحتاج ان احنا نتكلم ويبقى فيه حوار. مش عايزين لو يعني عايزين ان احنا نكتفي ما نتكلمش تاني عن الموضوع ده تاني خالص، ممكن ما نتكلمش نهائيا تاني خلاص عن موضوع قصة سالي نسيم الا اذا اتضح وظهر حاجة جديدة. وانا يكفي ان انا اكسب ثقتكم وقلت ان احنا الحمد لله بنزيد كل يوم فوق ال 200-300 مشترك على الاقل، حاجة بتميزنا. قناة الملكة والامير القناة اللي بتعشق كل جمهورها، لكن الناس هي اللي ما زالت متعطشة أي معلومة عن سالي نسيم. الدكتورة سالي نسيم هي دكتورة من كومامبو أسوان، وهي طبيبة ومن أسرة كبيرة جدا جدا وأسرة عميقة، وكانت هي عبارة يعني أو هي كانت خادمة مسيحية، بل كانت أمينة خدمة كمان، وكانت تتحدث عن المسيحية، وعلى الفيسبوك كانت مليئة بالأقوال المسيحية وعن كل حاجة وعظات لقداسة البابا. الحقيقة الناس بتحاول انها تدنس كل الأمور، منهم الأخت مش عارف اسمها ايه رياض ديت اللي حاولت ان قالت ان البابا شنودة كان بيجري على ان يبقى بطريرك، وهي اصلا غلبانه ما تعرفش ان هو كان راهب في الدير وملوش اي علاقه خالص بالبشر، وكان قاعد شبه متوحد في مكان وملوش اي كل اللي بيحصل ان هم بيختاروا اشخاص معينه، ومن الاشخاص دي الروح القدس بيختار، واحنا عارفين ان كل زمن يتم اختيار بطريرك بيناسب الزمن بتاعه. احنا ما عندناش لا تدليس ولا كلام وحش عن اي حد. شكرا لكم احبائي واعزائي، اتمنى لكم كل الخير والسعاده، ويا رب تكونوا مبسوطين وتكونوا افضل واحسن. انا بطلوا كلام في الموضوع ده، كفايه من اجل القديسين اللي منسوب اليهم الجروب، مفيش كلام مصدق كله رغي، كفاياكم. حاضر يا استاذ ايبون، كلامك عنينا الاثنين، هنبطل كلام في القصه دي. بس ممكن يكون في غيرك عايز يسمع معلومات ما هوش يعرف ايه مين هي سالي نسيم وازاي اعلنت واشهرت اسلامها، ولكن هناك من يجدف وبيقول ان ده اختفاء او اختطاف، ولازم نوضح للرأي العام ان الناس في بعض بيقول ان ده اختطاف. اختطفت واجبرت على هذا الكلام وامرت على هذه الافعال. منتظر كلامكم، اتفضلوا اتكلموا وقولوا اللي انتوا عايزينه. هجيب لكم حوار دلوقتي فوق الرائع، حوار فوق الرائع هيجيبكم جدا جدا، وهتشوفوا مدى المصداقية ومدى الكلام اللي بيتقال، ومفيش أي حد هيقدر يكذب الكلام اللي هيتقال. انتظروا معي ودقائق وهكون معاكم، والمفاجأة الرهيبة